انتبه، هذه التجربة تحتاج إلى شجاعة كبيرة، حيث تعتبر اختباراً شاملاً لتحدي خوفك على مدار الحلقات. فلا يصيبك الغرور إذا مرت حلقة بسلام، لكن عليك الالتزام بالقواعد الآتية: الجلوس بمفردك، الاستماع في مكان هادئ، لا تخفض الصوت إطلاقاً، ضع سماعة الأذن. هيا لنبدأ. وانا طالع العمارة لمحت اليافطة اللي مكتوب على باب العمارة، وكان نفس الاسم اللي كان مكتوب على البيت اللي بعتتني ليه مدام ناهد. وتوقفت عن الضحك ورجع شكلها يتبدل وتحول وقالت لي: افهم من كده ان اللعب دلوقتي بقى على المكشوف؟ الادرينالين بيمشي في عروقي، رجليا مش شيلاني، خفيفة كأني واقفة على مية، وبفكر يا ترى اللي عملته صح ولا غلط. في الوقت ده عرفت ليه مدام ناهد عاوزة خصلة الشعر منها، وليه بعتتني انا وما راحتش هي. من خضة ورهبة المنظر اللي قدامي حسيت اني في نفس الكابوس اللي شفته قبل كده، لما شفت راجل مربوط وبقه متخيط بنفس الطريقة، لكن في الكابوس وشه كان مسلوخ، معالمه ما كانتش واضحة، انما دلوقتي مفيش هروب من الحقيقة. دخلت وقعدت ابكي على قبر بابا بشدة وبدون مقدمات، لقيتني بحكي له كل حاجة وبشكي له تعبي. يا ريتنا ما سيبنا بلدنا ونزلنا المكان المشؤوم ده، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي كل الكابوس ده انتهى. يا رب ماليش غيرك يا رب. وفي وسط كلامي وانهياري وانا مايله بدماغي على القبر، لقيت ايد بتلمسني. وبتقرب مني وبتمد ايديها تاخدني، وانا برجع لورا وعيني ثابتة عليها مذهولة من هول الموقف. سألتهم ايه في ايه؟ قالوا انهم لقوا عم حسنين مشنوق، بيقولوا انه انتحر. اطلعوا فوق الدور العاشر، هي هناك اللي قتلته فوق. وقالوا تقدر تستجوبها لما الحالة تستقر، لانها دخلت في صدمة عصبية ومش هتقدر تتكلم دلوقتي. بدأ يستخف بكلامي، ومن الواضح انه قال عني اني مريضة نفسيا او مجنونة. مش انا اللي حتة بنت زيك تلعب قصادي وتعمل ذكية ومفتحة عليها؟ لسه بتفكري مين قتل عمك حسنين؟ وبدأت تضحك وصوت ضحكها يعلى ويزيد ويرن في المكان. وفجأة وفي لمح البصر اختفت ناهد تماما، ودخلت ماما ومعاها الدكتور، وانا دماغي سرحة في عالم تاني خالص. للدرجة دي ناهد بقت مسيطرة على حياتي؟ دار في دماغي كذا سؤال: طب ازاي ناهد بتظهر وقت ما تحب وتختفي تاني؟ طب لو ما كانتش حقيقية، طب ازاي كانت بتظهر وتتعامل معاي انا وامي والناس قبل كده عارفينها؟ طيب يبقى اكيد معاها جن بيخدموها وهما اللي بيساعدوها ومخلينها واصلة كده. خلاص دماغي هتشت مني لما دخل الدكتور، كان مصر انه يخليني تحت الملاحظة يوم كمان، ولكن انا رفضته بشدة. قلت له: يا دكتور انا كويسة وهبقى احسن لو خرجت من هنا. ماما قولي له ان انا ما بحبش جو المستشفيات، خرجيني من هنا. انا بعمل كده لان في دماغي حاجة لازم اعملها وما ينفعش تتأخر عن كده، لازم فعلا اطلع من هنا وباسرع وقت.
الدكتور بص لأمي وقال لها مستحيل، صعب أخليها تخرج وهي في الوضع ده. سامحوني، أنا مش هقدر أتحمل نتيجة أي مشاكل تحصل معاها، وفي حالات كتير حصل معاها كده، فبلاش تحطوني في موقف وحش الله يرضى عليكم. أقل شيء مفروض تفضل يوم كمان علشان أكتب التقرير بتاعي ويكون كامل وتخرج بالسلامة. بصيت لأمي وقلت لها أنا مش قاعدة هنا، لازم تخرجيني بأي شكل، اتصرفي، أنا كويسة وأنت أكتر واحدة عارفة بنتك. قالت ما أنا عشان عارفاكي كويس يا شفاء يا بنتي خليكي يوم كمان. وأنا قاعدة جنبك أهو يا حبيبتي، شفتني رحت كده ولا كده؟ قلت لها أرجوكي يا ماما. فكرت شوية كده وقالت حاضر، أمري لله، هقوم انزل اداره المستشفى تحت واكلمهم علشان خاطر الدكتور اللي متابعك ما يحصلش له مشاكل. نزلت امي وسابتني لوحدي، ودي تاني مره تحصل. كان قلبي مقبوض بطريقة غريبة ومنتظرة أي حاجة غريبة من اللي بتحصل تظهر ليا كالعادة. سمعت صوت جاي من ورا الشباك اللي في الأوضة، شلت البطانية من علي وقمت بخطوات بسيطة. وانا لابسة اللبس اللي بيدوه للعيانين ده، وكانت الممرضة فكت المحلول او على الاقل لما يجي ميعاد اللي بعده. قمت بخطوات بسيطة اشوف في ايه وايه مصدر الصوت. بدأت أقول ناهد أنت هنا؟ يا ناهد مين هنا؟ حركت الستارة اللي على الشباك بهدوء. أوف، كان مجرد طير واقف على الشباك. أنا فعلا حالتي بقت صعبة. رجعت للسرير تاني بخطوات خفيفة ولقيت ماما داخلة عليا وبتقول وادي يا ستي اذن الخروج، الممرضة هتيجي دلوقتي تنظف الأوضة. او بمعنى اصح روح مين؟ وهي عايشة في المقابر بس ولا حواليا في كل مكان؟ طب هي ليها علاقة بناهد ولا دي قصة منفصلة عن ناهد؟ بدأت اربط اللي حصل لي في المقابر بالحادثة اللي حصلت ليا وانا صغيرة في البيت اللي دخلته اجيب منه عروستي، لما قابلتني ست بشعة وكانت عاوزاني اقول لها يا ماما.
فكرت ان القصة القديمة ماتت، لكن يظهر كده ان المصائب لا تأتي فرادى زي ما بيقولوا. قطع تفكيري سؤال وجهته لأمي وهي جنبي. فجأة وبدون مقدمات لقيتني بسأل ماما وبقول لها: ماما انت كنت فين امبارح؟ سكتت كده وردت عليا بنفس الإجابة اللي قالتها لي وهي نازلة: مشوار، كنت في مشوار مهم يا شفاء، هتعرفي بعدين. ردت بعدم اهتمام ورجعت سرحت تاني ولفتت راسها وبتبص من شباك العربية. بدأت أقول لنفسي مشواري اللي ماما راحته ومش عاوزة تقولي عليه، ومن إمتى وهي بتخبى عليا؟ ده من يوم وفاة بابا وهي ما خرجتش برا البيت، ده احنا حتى ملناش قريب تروح عندهم، احنا نعتبر في مكان محدش يعرفنا فيه وكنا عايشين في حالنا، ده حتى ما افتكرش ان لها صحبات تروح لهم ولا لها اي نشاطات زي ايام ما كنا بنقعد في بيتنا القديم. امي اصلا ما كانتش بتقعد في البيت، كان لها اصحاب كتير واهل البلد بيحبوا كل يوم بعد المغرب يقعدوا يتكلموا ويحكوا حكايات عن الجن والعفاريت والنداهة اللي قتلت كم واحد والناس اللي غرقت في الترعة وحكايات ناس قديمة، بالإضافة للمجايب سيرة الناس. طبعا دي حاجة ما بتخلاش منها قعدات البنات ولا الستات الكبار: فلانة اتجوزت، فلانة اتطلقت، فلانة ما بتخلفش، وحوارات ما بتنتهيش. اتوارد لذهني سؤال ولقيتني بسألها: ماما، ماما انت رحت المقابر امبارح عند بابا؟ بصت لي بنظرة مش مفهومة وقالت لي: لا يا ست ما رحتش، وكفاية اسئلة بقى يا شفاء وريحي عقلك وتفكيرك يا بنتي، وما تنسيش كلام الدكتور. وصلنا البيت وكالعادة أمي دخلت الشقة وشغلت الراديو على محطة القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دي تقريبا أصبحت عادة عندها من يوم وفاة بابا، ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتطمني الأيام دي، صوت القرآن وصوت الإذاعة. عدى اليوم عادي وبشكل طبيعي على عكس الأيام اللي فاتت اللي كانت مزعجة، ولكن شكل عم حسنين ما كانش بيفارقني أبدا. إحساسي بالذنب ناحيته كان قتلني، كنت حاسة إن السبب في اللي حصل له علشان أجبرته يحكي ويساعدني، ومن غبائي وبكل سذاجة قلت لناهد إن هو اللي اتكلم وحكالي وكشف سرها. سامحني يا عم حسنين، كان لساني اتقطع قبل ما انطق بحرف الناهد. انا عمري ما كنت اتخيل ابدا ان جواها الشر ده كله، ولا عمري كنت اتخيل ان نهايتك هتكون بسببي وبالبشاعة دي. سامحني، انت اكيد في مكان احسن دلوقتي. يا ترى يا نبوية اخدت عيالك ورحت على فين؟ وايه اللي حصل معاكم؟ ويا ترى عملت فيكم حاجة ولا سابتكم تمشوا بسلام؟ أنا أتوقع إن نبوية خدت العيال وهربت على بلدهم بعد الحادثة دي، ما كانش عندي وقت ولا فرصة إن أدور عليها ولا أعرف عنها أي حاجة، كفاية كمية الإحساس بالذنب تجاهها وتجاه أولادها.
ازاي هواجههم؟ كفاية الأحداث اللي بمر بيها، خلاص دماغي هتفرقع. صوت القرآن اللي كان طالع من الراديو كان جميل جدا، لذلك بدأت أسرح معاه ونفسيتي تهدى واتطمن. وانا نايمة على السرير حسيت ان دماغي بتتقل وتتقل، وزي ما يكون واخدة مخدر وجسمي بيتخدر فعلا درجة بدرجة. بحاول اقوم لكن مفيش فايدة، صوت القرآن بدأ يلغوش وانفصل. لحظة ما فصل أنا اتنقلت العالم تاني وغصب عني، وعارفة أني ما نمتش بكيفي. لقيت نفسي في أوضة أرضيتها كلها دم لونه غامق غامق جدا، وفي نهاية الأوضة في بانيو. لا دي مش أوضة، دي زي ما يكون حمام. كان مليان دخان مش شايفة قدامي مترين حتى، وبحوش الدخان بإيدي. لقيت ست قاعدة شكلها بشع وشعرها مقطع وشها مشقق وماسكة طفل صغير بين إيديها. زي ما يكون ملفوف في لفة، طلعته وحطته قدامها وقامت مطلعة سكينة مقوسة ودخلتها في عين الطفل اليمين. وهو يطلع صوت ألم فظيع، طلعتها ودخلتها في عينه التانية وبدأت تطعنه طعنات متتالية في صدره وبطنه وتضحك بهستيريا والدم يفور من جسمه لحد ما صوته انتهى وسكت. أكيد مات. وقفت الطعنات وحطت السكينة جنبها وبدأت تبكي. وتحسس على شعر البيبي اللي كان كله بقى مليان دم، وتدخل ضوافرها في عينه بعد ما تصفط وتشرب من دمه وتعك وشها. وفجأة بصت لي، لفت البيبي تاني في اللفة بتاعته ومسكت السكينة المقوسة اللي مليانة دم، وقامت وقفت وبتبصلي وعينها مركزة عليا. وانا واقفة ركبي بتخبط في بعضها، ناوية على ايه المجنونة دي؟ وفجأة اتحركت بسرعة 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 وجريت عليا. جرس الباب رن، صحيت على صوت الجرس. الغريب اني كنت عارفة اني بحلم، لان ده ما كانش حلم، دي كانت رسالة واضحة، بس انا اكيد مش فاهمها دلوقت.
اشوف حد، انا تعبانة. اخرجي وقولي لهم اني تعبانة ونايمة، انا مش عاوز اشوفها. ردت عليا وبتشدني من ايدي وبتقولي عيب كده يا شفاء، دول ضيوفنا والست كتر خيرها جايبة بنتها لحد هنا وجايين يطمنوا عليكي. قمت من على السرير منفوضة وماليش نفس وطلعت علشان اشوفها، ولما دخلت الاوضه اتفاجئت ان اللي قاعد